خير. السلام عليكم جميعا، نرحب بكم في ندوة الأربعاء، وهي درجنا نقيم ندوة الأربعاء لمناقشة القضايا الموجودة في الساحة السياسية في كل وقت من الأوقات، ولكن صاحبنا انقطاع لفترة طويلة. ما زاولنا فيه هذه الندوة، وقررنا أن نستعيد نشاطنا في ندوة الأربعاء، وبداية بالاحتفال باليوم العالمي للتعليم، وكان أمس الاحتفال باليوم العالمي للتعليم. وعندنا في السودان مشاكل أساسية الأيام دي في التعليم، في إضرابات بتاعت المعلمين، في رفع الرسوم العالية في الجامعات، وفي المشاكل الكثيرة في التعليم. فمكتب الإعلام للحزب الشيوعي السوداني اتصل بالشباب الموجودين قدامكم ديل، بروفيسور محمد الأمين التوم، بروفيسور مهدي، والأستاذ علي عبيد، وتكرموا شاكرين أنه يساهموا في إقامة هذه الندوة لمناقشة قضايا التعليم. والمقدمين معروفين، شخصيات معروفة لديكم ومعروفين في مجال إسهاماتهم في قضايا التعليم، وأنا أترك المجال للبروف محمد الأمين التوم يبدأ هذه الندوة، ونستمر نستمع للآخرين بعده، بعدين حنفتح باب المناقشة والحوار حول الندوة. شكرا صديق، والسلام عليكم جميعا، والشكر للمكتب الإعلامي للحزب الشيوعي السوداني على هذه الدعوة على الاهتمام بالتعليم. وأنا بعتقد أنه أي كيان أو حتى شخص مهتم بالوطن يجب أن يكون التعليم في على رأس اهتماماته، لأنه مستقبل البلد، أي بلد ما السودان براو، مرتبط بوضع التعليم. فأي إهمال أو وضع سيء للتعليم ده بينعكس بصورة مباشرة على وضع البلد. أنا أحاول أنه ما أتكلم كثير عشان أترك وقت أكبر للحوار والتفاكر فيما بيننا، بيكون ده أهم. فلكن بعمر على بعض القضايا كملامح للشيء اللي أنا في رأسي. أول حاجة داير أقولها أنه التعليم في السودان، نحن كان التعليم في عام وفي قطاعين، عام وعالي، لكن الاثنين القطاعين ديل عندهم سمات أساسية. أول حاجة النظام كان عام كان عالي، النظام متحيز للحضر ضد الريف، وللأغنياء ضد الفقراء. وده مش كلام بتاع إنشائي أو شعار، في أدلة عليه. والسمة الثالثة غير مسألة التحيز في الجانبين ديل، أيضا الجودة بتاعته، وأكرر كان عام كان عالي، جودة فقيرة للغاية، وفي أدلة على ذلك. فيعني مثلا نمسك نتكلم عن التعليم العام. التعليم العام كان في كلام في الآونة الأخيرة في منظمة اليونيسيف أفتكر، وأنقذوا الأطفال، Save the Children، المنظمتين ديل عملوا إصدارة، وقالوا فيها أنه في 7 مليون طفل في سن مدرسة الأساس وهم خارج المدرسة. هو الرقم ما صحيح، لكن الظاهرة كظاهرة ملفتة للنظر ومدعاة للتأمل، هي صحيحة. العدد 3 مليون ما 7، وثلاثة مليون ده يمكن يكون من أكبر نسب الأطفال في سن المدرسة وخارج المدرسة على مستوى العالم، يعني حتى بحد ذاته. وطبعا في نهاية الأمر لو في طفل واحد مفروض يكون في المدرسة وما في المدرسة،
دي مشكلة يجب المسؤولين يسألوا عنها، لكن بكل أسف هي 3 مليون. والثلاثة مليون ده ما رقم ضخم ومقلق، لكن لما نتساءل الثلاثة مليون دول منو، دي دائما دي مشكلة الإحصائيات. الإحصائيات بتديك أرقام لكن بتخبي حقائق مهمة جدا في الأرقام دي. يعني مثلا يقول لك النسبة بتاعت الاستيعاب في مرحلة ما في السودان 70%، يعني مثلا مرحلة الأساس من كل 100 طفل في عمر 6 إلى 13 سنة في 73 نكون دقيقين شوية هم عندهم مقعد قاعدين يدرسوا، لكن ده رقم. 73 ده ما متوسط، بتلقى في حتات فيها كم 80% ولايات وفي ولايات 60، ففي يعني فوارق مهمة وليها انعكاسات سياسية. فالأطفال الخارج المدرسة ديل 3 مليون ديل بيتكلم عنهم، لو سألنوا السؤال ديل هم منه بنلقى أنه مثلا في الحضر النسبة بتاعتهم حوالي 86%، في الحضر حوالي 13% من الناس الخارج المدرسة ديل 13% هون ديل في المدن الكبيرة دي، لكن في الريف ترتفع النسبة إلى 38%. لما أنا أقول النظام متحيز للحضر ضد الريف ده مؤشر، واحدة من المؤشرات، لكن في كثيرة. مثلا مؤشر ثاني، من المعروف عالميا أنه الأطفال يمشوا الروضة لأي فترة من الفترة سنة سنتين زي ما يكون، ويمشوا بعد ذاك انتقلوا للمرحلة بتاعت الأساس أو المرحلة الابتدائية، ديل بيكون حظهم وفرصهم في الاستمرار بنجاح في المرحلة الأولية دي أو المرحلة الابتدائية أو الأساس أكبر بكثير من الأطفال اللي ما بكون دخلوا روضة. فمرة أخرى بالنسبة للأطفال السودانيين بيتحقوا بالمدرسة مدرسة الأساس الصف الأول، بنلقى أنه في الحضر 86% منهم عندهم تجربة بالروضة، دخلوا لسنة لسنتين سنة ونص، المهم عندهم تجربة. لكن بالمقابل في الريف نلقى العدد ده 49% بس، يعني 50% من الأطفال في الريف أصلا ما عنده علاقة بالروضة. فدي نوع المؤشرات اللي أنا بتكلم عنها. العنوان الثاني اللي أتكلم عنه سريع اللي هو مسألة التمويل، الإنفاق بتاع الدولة بتاع الحكومة على التعليم. الإنفاق ده عنده معايير عالمية، والمعايير العالمية دي نتيجة بتاع الدراسة، والدراسة منتهى السهولة. ما أنت عندك فئة عمرية لمرحلة دراسية معينة، كم منهم منخرطين ملتحقين بالتعليم في المرحلة المعينة دي، الباقي كم بيمو سنويا بنسبة كم، فبتعد طيب الناس ديل دارين نعمل لهم مدارس، المدرسة مكوناتها شنو، كون من كم صف، الصف حجمه كيف، مواصفاته كيف، البيئة المدرسية كيف، دار كم معلم، دار إلى آخره، كل المطلوبات عشان تتم عملية تعليمية بمستوى معين. وعلى هذا الأساس بتتبني أنه التكلفة كم، عشان أنا أعمم التعليم مثلا. يعني في السودان من سنة 56 في النادي بتعميم التعليم على المستوى المرحلة الابتدائية للي ما تم، فده داير كم. فده نوع الدراسات اللي بتحدث، وفي ضوء هذه الدراسات بيقولوا كان في سنة 60 قالوا أنه الدول الزينة دي مفروض تصرف 8% من الثروة بتاعتها، الناتج المحلي الإجمالي 8% لازم تنفق تخصصه للتعليم. الرقم ده تعدل لأنه في سنة 90 لما كان في المؤتمر بتاع التعليم للجميع في تايلاندا، في دراسات أخرى اتعملت عن طريق المنظمة الأمم المتحدة أساساً اليونسكو،
وتعدل الرقم ل 5%، لأنه اغلب الدول عملت تقدم. فالاحتياجات والمطلوبات لتعميم التعليم في سنة 60 اختلفت من سنة 60 ل 90، فبقت 5%. او في معيار ثاني، الميزانية العامة، الإنفاق العام الحكومي 20% منه على الأقل 20% يخصص لقطاع التعليم بشقيه العام والعالي. الحاصل عندنا شنو؟ الحاصل عندنا نحن كنا السنة الوحيدة اللي اقتربنا منها، اللي اقتربنا فيها من المعيار العالمي، كان السنة 80. الحكومة أنفقت 4.8% من الثروة بتاعت البلد، من الناتج المحلي الإجمالي. النسبة دي أصلاً ما جينا قريب منها إلا في سنة 85. صرفنا، أنفقنا، الحكومة أنفقت 4%. تاني 4% دي ذاتها ما لمينا فيها كله. وتحديداً من 90 لغاية الليلة، الإنفاق الحكومي المتوسط بتاعه 1.9% من الثروة بتاعت البلد. فلما يكون عندك انفاق متدني بالمستوى ده وعلى مر 30 سنة، 35 سنة، ده أكيد أنت عندك نظام تعليم مهما عملت فيه ده نظام الناس بيقولوا فيه أزمة، لكن أزمة دي أنا أفتكرها كلمة ما واقعية. النظام في حالة انهيار، ما في نظام. هسه الليلة دي طلعوا التقويم المدرسي، طلعوه أول ما أعلنوه كان مفروض السنة الدراسية لمرحلة الأساس الحد الأدنى بتاعه 180 يوم، ده أيام دراسة 180 يوم. لما أعلن التقويم الدراسي كان مخصص له 120 يوم. انت عندك تلت المرحلة، الفترة المفروض الأطفال دي يتعلموا فيها انسحبت منهم، جاء عليها العطلة الإجبارية المعمولة عشان تحارب الإضراب، وجاء عليها الإضراب. يعني أنا متأكد أنه السنة دي تعتبر سنة ضايعة، لأنه مهما حدث حتى لو استجابوا لمطالب المعلمين كلها وقالوا لهم 29 تنزلوا ونزلوا، الطلبة ديل ما حيدرس 90 يوم، نصف الفترة المقررة عشان تكمل فيها المقررات بغض النظر عن طبيعة المقررات دي شنو ما حتكون كافية. فده ما أزمة، ده انهيار المعلم. لو تشوف أحوال المعلم، حال المعلم وحال البيئة المدرسية، ده كله بوري أنه نظامنا أقل حاجة في التعليم العام ده في حالة انهيار. نشوف لنا طريقة لمعالجته. أنا حخلي الحديث عن التعليم العام للأستاذ زميلي هنا، بس داير أقول كلمة واحدة في حقيقة الجودة. نحن عندنا دراسات 2014-2018 لمستوى أداء تلاميذ الصف الثالث وماشين على الرابع، أكملوا الثالث وماشين على الرابع، اختبارات للقراءة وللحساب. في القراءة بيدوم كل تلميذ بيدوم زي بوستر ورقة كبيرة وفيها 100 حرف الألف باتاسا، لكن مشكلة عشان كده بيقول 100 ما 28، يعني باء وبي وبو كده إلى آخره. وبقولوا للتلميذ الشخص اللي بيختبره معاه ساعة للتوقيت بتاع سرعة الأداء بتاعه، وبقول له خد أصبعك في أي حرف أنت بتعرفه وأنطقه، لو خطيت في البل مفتوحة لازم يقول لي باء، وبشوف عمله في كم من الزمن. فعملوا الاختبار ده، وجدوا أنه من كل 10 في 4 ما قدروا يتعرفوا على حرف واحد. والسؤال الكبير أنه ده ما بيعرف الألبات السادة انتقل من الصف الأول للصف الثاني كيف، ومن الثاني للثالث كيف، وماشي الرابع.
الحساب عملوا لنا اختبارين. الاختبار الأول بيتعامل مع العمليات الحسابية، لكن أساسا مركزين على الجمع والطرح في أعداد أحادية من 0 إلى 9. يعني يقول لي 4 زائد 3 كم، 2، 7 ناقص 2 كم، إلى آخره. والاختبار الثاني الأعداد لغاية 20، من 0 إلى 20. في المرحلة الأولية دي بتاعت الأعداد الأحادية لقوا 46% من التلاميذ الأكمل الصف الثالث ديل ما قادرين يعملوا عملية واحدة حسابية بتاع جمع ولا طرح بنجاح، يكملوها بنجاح. ده الجودة في مجالين، لكن ده بينعكس على يعني بالتأكيد ال- 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 الأداء السيء في اللغة العربية بينعكس على كل الأداء في كل المواد يعني بالتأكيد. وأيضا المسألة دي في التعليم العالي، الجودة بتاعت التعليم العالي سمعنا قبل كده تكونوا قرأتوا، أفتكر كان الخبر جابته أول صحيفة جابته الانتباه 2007 2008، لا أذكر واحد يشوف. وأعلنت دول مجلس التعاون في الخليج أنه أبلغت وزارة التعليم العالي عن طريق الخارجية بأن الدول دي لا تعترف بالشهادات السودانية الجامعية، شهادة البكالوريوس بتاعت السودان ما بتعترف بها، دول الخليج ما بتعترف بها. وكان بعدها جاء المجلس البريطاني الطبي في بريطانيا برضو أعلن قال أنه توقف، أنه كان بيتعامل مع الخريجين بتاع كلية الطب، وأساسا بيتكلموا الزمن داك عن جامعة الخرطوم، فقال نحن كنا بنتعامل معهم زي طلابنا هنا، لكن بعد ده لا نحن أوقفنا لأنه المستوى بتاع الأداء بتاعهم اختلف. فدي كلها معايير للجودة. وبعدين بكل أسف يعني خبر زي ده أنا كنت كتبت فيه مقالة قلت دي كارثة قومية ويجب التصدي لها، يعني أنه دول الخليج تقول لك ما بعترف بشهاداتك أو أي دولة ثانية يعني. فالحاجة المدهشة أنه جرد من المجلس القومي للتعليم العالي والبحوث والبحث العلمي الخبر مفاده قالوا الخبر صحيح، ونحن استلمنا الإفادة دي من المجلس التعاون الخليجي، لكن ما قال ما بيعترف بكل الشهادات، استثنى 6 جامعات. ده دي الإفادة. ولكن إلى اليوم للمجلس القومي للتعليم العالي، لا مجالس الجامعات، لا مجالس الأساتذة استند في الجامعات، لا مجلس كلية، لا مجلس قسم، ما حصل اجتمعوا عشان يناقشوا خبر زي ده. أنا أفتكر دي كارثة، كارثة. وكل الناس المخرطين في عملية التعليم العالي ده مسؤولين، أساتذة على إداريين، يعني ما ممكن أنت الورقة اللي بتطلعها دي ما عندها قيمة، طيب مستمر تدرس ليه وتصرف الجهد الكبير ده كله في شنو يعني؟ طيب نرجع للتحيز في مجال التعليم العالي. التعليم العالي ده مما أسسه، والتعليم كله في الحقيقة مما تأسس بواسطة المستعمر التعليم الحديث إلى اليوم هو بيحمل هذه السمة، وده ما غريب لأنه النخب الحاكمة المتعاقبة ما من مصلحتها أن تغير في نظام تعليم منحاز ليها. تغير ليه؟ لأنه هم عندهم اهتمام بالمواطنين عموما بصورة عامة، ما ده ما حاصل، نحن شايفين البلد حاصل فيها شنو يعني. فأنا داير أذكر لكم بعض الأرقام عشان نقيف على المسألة دي بصورة موضوعية. في دراسة عملها الدكتور صديق مبدى سنة 89 وتناول فيها القضية بتاعت من هم الناس الطلبة والطالبات اللي بيلتحقوا بمؤسسات التعليم العالي من كل القردون التذكارية. وبدأت الدراسة بتاعته من سنة 29 واستمرت لمدة 60 سنة لغاية 89. فوجد أنه في سنة 29
الطلاب من مديرية الخرطوم، زمن ذاك كان في مديريات ما في ولايات، بيشكلوا حوالي 43% من مجمل الطلاب الملتحقين سنة 29. النسبة دي زادت في سنة 41 بقى 56% من طلاب كلية الغردون التذكارية كانوا من مديرية الخرطوم. وفي سنة 59 تدنت إلى 33% تلت الطلاب، وفي 89 ارتفعت ل 47%. لو نظرنا إلى دارفور وجنوب السودان في الوقت ذاك، في سنة 29 ما كان فيه ولا طالب واحد من الإقليمين ديل في كلية الخرطوم التذكارية. وفي سنة 41 لما كان مديرية الخرطوم طلابها بيمثلوا 56%، كان عدد الطلاب الجنوبيين والدارفوريين 7، مجمل 7 طلاب. في بالنسبة لشرق السودان، في سنة 29 كان الطلاب من شرق السودان يمثلوا 2.2%، ومن كردفان 8%. طبعا النسب دي لو نسبتها لنسب السكان بتاع المديريات والأقاليم المختلفة دي بتلقى فروقات واضحة جدا. وفي سنة 70 تحسن وضع الشرق من 2.2% في سنة 29 إلى 9%، وتدنى في سنة 89 إلى 6% من مجمل الطلاب الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي. بالنسبة لكردفان سنة 89 كان نسبة الطلاب عندهم 2.6% فقط. نجي لجانب آخر، الطلاب دول منو؟ بالرغم من يعني محدودية الأقاليم الجايين منها أو المديريات الجايين منها، فدكتور صديق وجد أنه في سنة 29% أكثر من 50%، نص الطلاب في كلية الخرطوم التذكارية ديل من أبناء الأفندية ناس الخدمة المدنية، الأفندية والتجار. لو قمنا أضفنا لهم الضباط وأبناء الإدارة الأهلية، أبناء النظار والعمد والمشايخ وكذا، النسبة دي ترتفع إلى 60% في سنة 29. ولو شفنا العدد ده في سنة 39 بنلقى أنه أو أبناء الأفندية والتجار حوالي قريب 70%، ولو ضفنا لهم الضباط والإدارة الأهلية بنلقى 75%. في المقابل المزارعين لغاية الزمن داك، المزارعين 80% من القوى العاملة السودانية مزارعين، بنلقى أنه النسبة بتاعتهم حوالي 15%. وذيل هم النخب الحاكمة دي جاية من وين؟ ما جاية من المؤسسات دي، قيادات يعني جاية من المؤسسات دي. بالوضع ده هل أنت عندك مصلحة في أنك تغير النظم دي؟ نظام التعليم كان عام كان عالي، ما عندك مصلحة إلا إذا كنت وطني حقيقي تهتم بعامة الوطن ما بفئتك بس. لكن ده لحسة اليوم الليلة بنفتش على النوع ده من البشر، ما عندنا، ما ظهروا لنا عشان يجوا يحكمونا. ففي مجال تاني بيوري أنه التحيز المغلق ده، دكتور صديق مبدا نظر في كليات المنافسة العالية، ثم يعني في الوقت داك في لغاية 89 الكليات اللي كان بيكون عليها منافسة عالية جدا، وأساسا جامعة الخرطوم معظم الطلاب ديل وأسرهم دارين يدخلوا جامعة الخرطوم، وفي جامعة الخرطوم دارين الهندسة والطب، العلوم الطبية والهندسية وما فيها المعمار. دي كانت اللي بتكون داري لك كم 70% الوقت داك، و90% إلى آخره عشان تخش واحدة من الكليات دي، فالمنافسة عالية جدا. فوجد أنه أيضا نفس الشيء، الأغلبية الساحقة من يعني أكثر من 60% من الطلاب في الدراسات الطبية هم من الخرطوم. لو ضفت لهم الجزيرة بيبقى أكثر من 70%، وبقي أقاليم السودان كلها الثانية عندما تبقى. أنا عملت دراسة من سنة 89
لغاية 2017، وبدون أخش في التفاصيل، نفس النمط ده، نمط التحيز ده موجود إلى اليوم، إلى اليوم. واليوم كمان بقت في ظواهر جديدة زادت. زمان هو القبول العام، بتخش الكلية الفلانية ب70، ده عندك 70 دي بتخش، ما عندك ما بتخش، وما في زول بيسألك أنت عندك قروش ولا ما عندك قروش. هسه الوضع اختلف. أول حاجة طبعا الدولة بتاع نظام المباد رفعت إيدها من التعليم، والتعليم العالي قالت له أنا بس بديك المرتبات، أنت دبر نفسك في مال التسيير والتنمية ولا ده بطريقتك. فقاموا لجأوا لأساليب مختلفة، من بينها الأسلوب بتاع التعليم الخاص، القبول الخاص. القبول الخاص بموجبه النسبة اللي بتدخلك كلية معينة في جامعة معينة 70، أنت لو عندك 58 أنا بدخلك، بدوك 12 درجة زيادة. لكن لو في واحد تاني عنده 69 ما خش، اللي يخش عن طريق القبول الخاص. فيتدعوا أساليب زي دي عشان يولدوا بها موارد للجامعات المختلفة. يعني ال 12% دي بقت ما كفاية، ارتفعت ل 25%. 25% من الطلاب عن طريق القبول الخاص. شوف الظلم ده. يعني انت طالب ولا طالبة بتجتهد لك 14 سنة 11 سنة او زمان 12 سنة، مجتهد تعق ابوك بعليه غنماية، اخر غنماية عنده، امك مشت تشوف ليه شغلانية في حواشة في بيت تكبر عاملة في عشان تجيب لك تجيب شوية قروش تاكلوا بيها، وبدأ كله تجتهدوا وتجيب 69% في الكلية المعينة انت دايرة دي، يقول لك ما في ما بتخش. لكن الجاب 58 بخش. حسا بيقولنا 25% من المقاعد بقت محجوزة للتعليم القبول الخاص. اليوم 50%، 50%. يعني شوف كمية الطلاب الناجحين ومؤهلين عشان يدخلوا رغباتهم كليات بتاع رغباتهم، ومحرومين، محرومين بسبب واحد، لأنه ما عندهم قروش. فده ده 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 الوضع. لكن أيضا المحزن أنه الجامعات ساكتة. يعني كيف يعني أنا أستاذ في جامعة ما وأشوف الوضع ده؟ يعني بس أنا مهمتي أنا عندي مغمدة بس أقول لها خلاص الدرس جرس دقة خش المحاضرة الطلبة جو، ولا أستفسر الطلبة دول منو جو كيف ومن وين، ما بيهمني الموضوع ده. شيء غريب يعني. فأخيرا داير أطرح سؤالين وأعلق عليهم بيتسألوا، وأنا مندهش أنهم بيسألوهم، وأنا سألونيهم أكثر من صحبي بيعمل معاك مقابلة، يقول لك يا أخي أنتوا في وزارة التربية والتعليم كنتوا مصرين أنكم تغيروا المناهج. في ناس كثيرين بيقولوا السؤال بالصيغة دي، في ناس كثيرين في المجتمع السوداني بيتسألوا أنت تغيروا المناهج ليه؟ تصور شخص متعلم يسألك سؤال زي ده. ما عارف علاقة النظام التعليم بالنظام السياسي. أي نظام سياسي في الدنيا بيعمل نظام تعليم عشان يخدمه، يخدم النظام ده. انت كان عندك نظام زي النظام المباد ده، نظام مستبد، نظام فاسد، نظام مفسد، عمل لنا نظام تعليم. اذا انا اشيل نظام التعليم ده اجي ادرس به ادي له طلاب في مجتمع بتاع ثوره، ثوره قال انا داري مجتمع منفتح ديمقراطي، داري سلام، داري عداله، داري حريات، معقول؟ ما ممكن، لازم تغيره. السؤال الثاني اللي بيطرحوه ويقول لك يعني المعلمين ديل مضربين وما عرفوا دارين، لكن الدولة ما عندها قروش. ياخذ سؤال يتسائل ده دو دو ده، قول عندها قروش محدودة. دي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، أنت لازم تسأل القروش المحدودة دي بتنفق على شنو؟
تمشي وين؟ ما ده سؤال. نحن كان في المرحلة الأولى من المرحلة الانتقالية السنة الأولى كان عندنا مشكلة، كلكم كنتوا عن بيئة بتاعت الكتاب المدرسي مخصص لنا، تم التصديق عليها 15 مليون دولار، قالوا ما في وصدقوها وقالوا ما في. وبالمناسبة دي أيضا أجازوا صدقوا على مجانية التعليم على مرحلة الأساس والوجبة المدرسية على مرحلة الأساس، ده كله موجود في الميزانية لكن ما في قرش. وفي نفس الوقت اللي كان فيه الموضوع ده يعني واقف في الحتة دي، كان السيادي المجلس السيادي طلب يدو 70 عربية فارهة بتكلفة ما بتذكر الرقم الخرافي بتاعها كم، لكن ناس المالية اعتذر لهم قال لهم ما بنقدر نشتري لكم 70، حنشتري لكم 35. فما في زول يقول القروش ما في. السؤال ده يجب أن لا يطرح أبدا. الحكومة مسؤولة تجيب من عينها، تجيب بلوية الدراع. وده أنا لا أختم بيها، وضع التعليم في حالة انهيار، مطلوب من المجتمع أنه يدافع عن قضيته، دي قضية البلد كلها، قضية كل أسرة. فما منقدر نقوم نعاين وكل واحد يشوف يقول أدبر أمري أشوفه اللي ده أدخله كيف. دي برضو الـ 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 الناس عندنا المزارعين والرعاة والأغلبية العظمى بتاعت المجتمع السوداني ده ما بيسأل السؤال ده، ما بقول لك أنا ليه ولد ما عنده محل في المدرسة. المزارع دي بيتعاملوا معاك كأنما هي قدر، ما بيعرفوا أنه في شخص مسؤول وشخص موقع على اتفاقيات تقر بأنه يلقى ولدك وبنتك دي مدرسة، محل في المدرسة ما بعملها. ده لازم يسأل، والمساءلة دي لازم تتم بين كلنا، كل المجتمع نتضافر نكون كتل دفاعا عن قضية التعليم، نتضافر مع المعلمين وكلنا نجيش صف واحد ونلوي إلى الحكومة، الحكومة بتاعت الليلة ولا بتاعت بكرة ولا بعد بكرة. التعليم يكون قضية المواطن، والمواطن لازم يناضل من أجل تحقيق ما تقوله الاتفاقيات. على الدولة أن توفر تعليم جيد مجاني وشامل لجميع الأطفال في سن التعليم. وشكراً.